عليكم أعزائي الأطفال. أكيد مال فين تشوفوا أولياءكم كي تلحق ساعة ثامنة يروحوا يجروا للتلفزيون باش يشوفوا النشرة. حنا خممنا فيكم وحبينا نديروا لكم نشرة خاصة بكم وتوالم عمركم. هكا نتوما ثاني ولي عندكم موعد يومي اللي تشوفوا فيه واش راهو صاير. رايحين تشوفوا معايا كيفاش نحضروا الميلك شيك. لتحت الميلك شيك لازم لنا مواد وهي الحليب، قطعة شوكولاتة، بودرة شوكولاتة، والموز. نقدر نعوض الموز بفواكه أخرى. اليوم انا رايح نوريكم كيفاش ديروا الطائره الورقيه اي لو سيرفولون. بصح لازم لكم بعض الادوات مثل المقص، القلم، زوج خشبات، المسطره، اللصق، اللصق الشريط، والتزيين، والاقلام الملونه. اليوم راني مع ميليسا ويوسف اللي تعودتوا في كل حلقه تشوفوهم، رايحين نتعلموا مع بعض كيفاش نديروا مكياج تاع المواد. على بالكم يا اطفال بلي الطيور هي المخلوقات الوحيده اللي تقدر تطير، وعندنا انواع كثيره من الطيور، 8600 نوع وكل نوع عنده طريقته في العيش. كما وعدتكم اعزائي الاطفال راهو معايا حسن تاع فرقه الفهمه اللي على بالي بلي راكم كامل تسناو فيه على خاطر كامل تحبوه. مرحبا بك حسن. مرحبا بك بشرى ومرحبا بجميع اطفال الجزائر. حسن قول لي انت قبل ما تبدا فرقه الفهمه وفي الفكاهه كنت تخدم مع الاطفال، حبيت نسقسيك يعني شنو هو رد فعل الطفل كي انت تحب تضحكوا؟ شوفي ماهوش سهل باش تضحك الطفل، ماهوش سهل تخطو الطفل الجزائري. معايا زميلي امين اللي راح يحكي لنا على رياضه خارقه للعاده اللي هي الكايت سيرف. مساء الخير بشرى. مساء الخير يا اطفال. حقا هي رياضه خارقه للعاده، وراني رحت لقيت مع بطل العالم 2004 اللي هو مالك بوشنافة في هذه الرياضه واللي هي الكايت سيرف. رياضه الكايت سيرف هي تمثل الحريه والطيران. حريه والطيران. شحال تقدر تطلع مسافه بالطيران تاعك؟ بين 10 و 15 متر على مسافه 50 متر في الطول. في الطول يعني ارتفاع تاع 15 متر. 10 15 يعني تقدر تقول بلي تولي زاوش تقريبا. تقريبا.
حنا لحقنا لاخر الحصان، قلتلكم تبقاو على خير، نتلاقاو ان شاء الله غدوه. من هذاك الوقت تقدروا تزوروا موقع الانترنت ديالنا اللي هو www.nashratsigar.com. تبقاو على خير.